أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يثمثا السلام عليكم ورحمة الله. صلف رحضا مقرن إذن أرزيك ورون السقي بشد نوين ينو السريك السريكين المحاضران ومدويكين السيلين يرى المغرب المدى العيشة السريدي شم ذي لقديش إن خدموا السنية بقورن المولود أقورن المولود ناغ الشهر ربيع الأول اسميس شهر الأنوار ذا قور إديون ثفث إلى مدوان شتاقين يطص القديشة في قلان دي الجوامع مخالفا الجوامع نشاف اليوم اللي دايران بقايث ما تخرطا ما تكشي ما ذوقا سما درقينا ما ذاقبو ما ذغيل علين صندوق أقبو تزمات أتصن المشايخ أتصن الأساتذة أتصن الدعاة يدي تساوي نوال الدروس أغفى النبي صلى الله عليه وسلم أغفى النبي صلى الله عليه وسلم ولقديش ثقي ذا شو ذي سوينسن ذا شو ذي الهدف نسن إيوا كنا دا المسلاي في النبي صلى الله عليه وسلم ونكوني على كل حال ثم سليت في النبي صلى الله عليه وسلم ما شد بق ورقي كان أسقس كامل نسعى الدروس كامل نسعى الحلقات نسعى المحاضرات أغفى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما رديس وقورقي نربيع الأول نرنيس كان العناية أكثر نرنيس الأهمية أكثر ونكونين أقورن المولوذ نغ المولوذ يسعى القيمة ينس يسعى القدر ينس غور ينس من مرة أكل ملا وغير السنة جدودات زيري أجدودات زيري أخيني المولود أقورن المولود شهرن المولود ونشتاق يخدمنا كان ينسلما ديني لها فقد العلامة سي العلامة الحمالة النبي صلى الله عليه وسلم ذا المحبة النبي صلى الله عليه وسلم إجاني مذانا لمجتمعنا يخدم القدر يخدم القيمة يوقورن المولود ويون ما راه يفرح سالمولود ما راه يفرح سالنبي صلى الله عليه وسلم وريلي راه ونشتاق الحرام باش نمسفها العبد هذا يفرح سالمولود سوا قول انت لاليت النبي صلى الله عليه وسلم يفرح سالرسالة ربي قرضي القرآن الكريم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة تعزروه وتوقروه بمعنى التعظمم استفكم الأقدر استفكم زلين في صلى الله عليه وسلم خط ربي فيك يغثد ذرز فيك يغثد ربي ذي الهدية ويون ما إليه فيك يهد الهدية أذي ربي ذي الهدية إلى أنت مزيانت أتفرح أتفرح وذا الصدارة تجميل تينس أكدي فيك ستيلو أنا أكدي فيك لاجوندا أنا أكدي فيك ريبرتوار أنا أكدي فيك الحاجة أتفرح دا شورا دنيني إلى مجتمعنا يتخلقي في مدفكة ربي محمد صلى الله عليه وسلم للهدية يقرديون مسنو إنيه الأنبياء لأقوامهم عطية ومحمد عليه الصلاة والسلام لنا هدية وهناك فرق ما بين العطية والهدية فالعطية للمحتاجين والهدية للمحبوبين تركشيني مرات فغلسية سورة الجامع
ما توفيض ديونا كان إذا القديفة السنسة في بورثنا الجامع تحس ذاك بلي ذا العبد قلان دا مغبون العبد قلان يحواج أتسمود ذا سيارضي فاسنك دي الجيبينيثها ونضا دا استفكر سقصي ذرف لسان سيدي كلعب ذا قي ذا شوث ذا ميسن فقاي ذا ميسن زير تحس ذا بلي ذا العبد قلان يحواج سنضي ذا لفل الصليس لفل الصليس فنوذ تسي ربي لكن الهدية ولي تسفاري وين ذي برايا كان وين ديموكراسينا روح يدفكر الهدية يدفكر ان كادو الهدية تسكن تمدن إلي عبادي تحبين وقد يحمل فالرسول صلى الله عليه وسلم غيم ديننا إنما أنا رحمة المهدات نكيني ذي الحنة يفكي ضربي ذا الرز يمومي ثيد يفكي ربي يفكي ثيد قوم ضيقا مزوارو إين سلمني نكون ياكا نحمد ربي إمي غدي يفكي محمد صلى الله عليه وسلم لو كان ماشي لنتسا أورن الزول أورن وزار أورن نحوج أورن زكي أورن سين الفرائض ذي النبي صلى الله عليه وسلم ذي البعثة ينس ذي نتيغ ديون الرسالة ياك نتيغ دي سكس نسيطلا يويا غير ثفث يسوك ساغد سيطيق ندونيث يوكنا غياوي غالي تسع ندونيث اكو ظلاخر سي بورسا ما ردني لين كوني ثورا ما ردي اسوا قورن المولود خيرا وين خدمنا كذي المجتمع اين نور الخلفاء الشرع مرحبا يس مرحبا يس ديكروا بعضا دي خدمي من سين المولود ذا الفرح اي من سين المولود ما رد يصغر كي هناك قلنا عزيز نفلك تفضل ضي منسي أكا تفضل ضي منسي الدوي ضي نموت الزمر ضي نموت وعير إسارة هنا قل محاضرة خدم الشيخ العلماء الدعاة ببارتو ذي الجوامع مخالفة وقي معنى من معاني الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد يخدم الوزيعة الوزيعة أنا في مشرط كل يوم في سيقة الوزيعة للمولود في مشرط للمولود هذا مليل وثمثن هذا مليل جيران هذا مليل دريا العموم الوزيعة للمولود لأنه قد يخدم الطهارة الخثانة للمولود لأنه قد يخدم العمرة للمولود لأنه قد يخدم المديح القصيد مدحنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد يخدم في مزيزليون المسابقات ذي السيرة ذي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قد يتشعين في شماعين في شماعين أجيو سعين ترين ايدونتيتي سعين ترين ناسيوناليتي في شماعين ستان سمبول ذا الرمز ذا الرمز الرمز انتفاث لكن أين لان ذيريث ذيريث أين لان ذيريث ذيريث أين ردي لان ذي التبذير ذي كريونا ذي روحا ذي خصري صور ديني مقران ذي ذري مني مقران أين ردي يوين المظرة العيبة ذي المجتمع وقلت نقبل ذي المنى ذي في غيره إذا بشدنا أمن غير ثرقة المولود ريلا ذي العيد أم العيد مقران غم العيد مزيان لا وكذا عيد بالمعنى الديني العظام قران العظام مزيان وكذا قران السن اعياد دينيه لكن ما تيحش الاعياد الدينيه غير نسعى نسعى العويد قلنا ديال المجتمع نسعى اعياد اجتماعيه اعياد ثقافيه اعياد ثوريه تصي قلنا وما لدى السنت لي ستاسيون يقول محطتي باش تناول المعاني ربي قرض القران الكريم وذكرهم بأيام الله وذكرهم بأيام الله اسمك ثلث نيد سوسان ربي لأن وسان قلان دي التاريخ دقم مزروقنا وسان قلان فازن فنكوني مالد نقيمة كا ويذ المعنى غد نسمك تاي إمذانا أنبه إمذانا أشد جنبي صلى الله عليه وسلم دا شغي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وقيد الأمر قلاني يلها حتى ونور نبغى نحتفل
اللي ليبر حتى ولو نبغي غادي يحتفل، لكن كين يخطي الشغلاكي نعلم باللي خدميث يخدميث يحمل النبي صلى الله عليه وسلم نعميه حتى وين راه كاين تحتفل غير هو الخدمه وما ذكرى نعلم باللي فون يحمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا مخالفه راه انت يحمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا نكون نحمل النبي صلى الله عليه وسلم وكل يوم يبغى يبين الحملين صفصو الصمانيه إذيري إذيري دي المجتمع أسمر نغال وغادي يرقموا وغادي تفسقوا وغادي تبدعوا وغادي تكفروا ويديري خطر المسألة أصلا مسألة اجتهادية إلا ديس الخلاف يا العلماء ما دام إلا ديس الخلاف يا العلماء وإلا قال أنا نتسنى أن تنقلع بيارنا فالأمر إلا خلافي لا إنكار في المسائل الاجتهادية تصنع العلماء يجوزن شغلك الإمام السيوطي الإمام ابن حجر العسقلاني الإمام السخاوي الإمام ابن مرزوق المالكي ومن العلماء المعاصرين الشيخ ابن باديس الشيخ البشير إبراهيمي تمورث النقد العلامة الشيخ يوسف القرضاوي دكتور محمد سعيد رمضان البوطي الشيخ الددو الشيخ فيصل المولوي وطاس حتى دور الإفتاء لن تمورا ذخ من الفتوى إجوزن شغلي تجي عادة طيبة باش نمسفهم ذا العادة والعادة أكن قارن العلماء الأصل في العادة الإباحة إلا بنص ورحكم را في وثن العادة حرم نغث جوز حشمت سعدات بغربان الشرع زر لو كونتونينس المحتوينس ما إلا ذا العادة إكس ذكول أرن بطو ذا العادة إكس جبر أرن تروزو ذا العادة إكس فرح أردن سرو مرحبا يس العادة ذي ريلي وين لند المضرة وين ريلي لند التبذير ذا الخسارة أنك سيني لنديريز أكيد الحكم الأصل في العبادة الحرمة إلا في نص إلا بنص ورزمير لا يوندي سنوف العبادة تجدد سمينوث تظليط النظام نغ الزكاة النظام نغ الصيام النظام نغ دي حج غير ثمورة النظام تقعدك خلاص ورزمير لا يوندي رطربي فين دي جلبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا لكن ذي العادات تصل عويد ساعة العادة أتنسى عديد بغربان الشرع أيني لن يوفق الشرع أيني لن يوفق المقاصد الشرع مرحبا وما لدي يسيون كيني فكيد الدليل أدنيني الجواب الدليل يعطى للأصل وليس للأثر الدليل يعطى للأصل وليس للأثر أدس فهمه القرآن الكريم أول ربي إن النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي يوصيغ النبي صلى الله عليه وسلم إيوكنا نطفذ القرآن أن نعظم القرآن أن نحرز القرآن لكن غدي جرى النبي صلى الله عليه وسلم غدي نرى غلفة القرآن نخدم ثس تجليد القرآن نغلون في القرآن نخدم ثس النقاط الشكل القرآن وقيو سادم بعد إذن تعظيم القرآن هو الأصل لكن تغليفه وتجليده وتشكيل حروفه هذا أثر من الآثار سيدي جرى النبي صلى الله عليه وسلم يتوخذ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين سوري توجمع على ذي زمن النبي صلى الله عليه وسلم توجمع في خلافة أبو بكر وأعيد جمعه في خلافة عثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم إنه يغدى عظمة الكعبة مريلون يروح على العمر أنا غالحيج ما لدى صدك أتشم تسخر من ربي مسجد الحرام أكيد قابل بالكعبة ما تدعو اللهم زد هذا البيت شريفا وتعظيما لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزمانيس وليس سردار الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزمانيس وليس سلسل الكعبة وليس خدمة تنبعت
إذا غسل الكعبة وكسوة الكعبة وجي أثر من آثار التعظيم. تفكر مثال ويس ثلاثة ربي مرد قرض القرآن الكريم وبالوالدين إحسانا خدم القدر الوالدين احترام الوالدين والتوقير الوالدين واجب شرعي لكن القرآن وكدينا هذا شو راس نتخدم سلم في فسن سن نغسلم في قرين سن نورث تسارن الماتشا نوثني نورث غمار المقيم نوثني نغمرث دود قبري ذا المزوار نوثني وإذا قيد قيد الأخر. إذا الدليل يطلب للأصل أما الأثر لا يطلب له الدليل. دي مسألة فقهية في غاية الأهمية. إذا بغي غادي نغبلي لمرقي تمسلت احتفال بالمولد احتفال بشهر الأنوار لو بروبليم انداث لو كونتوني يمشي راه نحتفل مي لا ينادي خدم ديال المولودين يخسرني الشمثان اللي غدور قبل راه قبل راه كاين يوم راه يذكر 60 مليون ديال المحرقات داك قلت يقبل ولا ديول قبل غير ينادي روح هذه ديال المحرقات هذه صرغ مدن اللي غادي يعيبيونا غادي صرغ يوم لكن اين دنقرا كيونادي بدلي منسي انا غادي شعل في شماعي وسورا ما سيقود قيمه ثلاث شماعي سيدي غيرلون هكا شاك جينيراسيون امشي خدم انا يونادي خدم الوزيعه يونادي خدم الختان غيه جيلان انا غادي خدم العمران المولد في كذاك اثار من اثار تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم توقير النبي صلى الله عليه وسلم تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إلمن دواش تاكين غدايا مثلا أدنا ويا كان كاين الشيخ بحمان السراج تاكي حول هذا المعاني في رمضان الغوال الشيخ بحمان باش أدي في كل مداخلة ينس وبارك الله فيكم السلام عليكم. تفضل الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله ربنا نشكر غفين غي صغار يملاي غي نوسين صلاة غفن في الطهر دي صوت الخبار كني سيدي وما روحنين ربي فتح البصر دي يغسل خطار في كتكني المعين أي حنين يا جبار قيل من عثر فجع ضاك صالحين إني ثمين المن إن شاء الله تزبرون دينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام ربي في فلون سلم حبة حلون كسيد ديك نولون إن شاء الله سبحانه وتعالى. نشكر أولا بادئا ببدء إمام هذا المسجد الشيخ عبد الرزاق والأئمة الأفاضل الذين معهم كن نشكرك المثل إمث قيمم باش تسمح سن يتم سليثين فعن في كامر القدر أو نفكر بالقدر إن شاء الله أو نفكر بالخير وانت خير أو نفكر بالسر اللي سر تلب السر كن يجعل ربي إن شاء الله تخدم صراحم. أشكر كذلك الدكتور فريد تريكير إديو سينسيف جايث بشر ديكتي مسلينا كير إن شاء الله تيجع على ربك ميزان حسنة إن شاء الله أي ثمثنا المؤمنين صلى الله في النبي نشي غدي جمع نساكي جمع غد المحبة النبي صلى الله عليه وسلم جمع غد الحب للدين جمع غد هو والله ربي ودنو سارسة كذا كان نجمع على جليد غيمن ودنو سارسة كان نجمع على جال التجارة وإن كان لها واش تاكير نجمع ديك المسجد يوض مع ربي سبحانه وتعالى نجمع ديك المسجد باش نفرح النبي صلى الله عليه وسلم فذيذ النعمة ثم قرن تيثمث الدين غير المؤمنين المحبة للنبي ديال الوجب غافية اللي مسلم يقيد الحال العبد ديك الزران دا شو دا زال النبي دا شو دا القدرين صغور ربي أثي حب نتيغ دينانك الحديث عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين يعني سويت نكمل الإيمان بندم حشا ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم
ماشي كان في حب لحب عادي، اكثر من الدرياس، اكثر من الوالدينيس، اكثر من العباد كامل، بل اكثر من نفسيتي نس. ينوى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يسد غار النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تحب اكثر العباد كامل، اكثر من الدريا واكثر الوالديني واكثر الحبابينو، لكن تحبي غير اكثر ايماني بكل صراحه كنقار. إنيس النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر ويتنك ما لا غير إيمانيك حاشا ما تحب ضيك كثر إيمانيك. فسيدنا عمر يقيم يرس دي إيماني سيد ما فني سقسى إيمانيس إنيس يا عمر لو كن سقسين كون إيمان نهضر ذي العمورة النو أتصل خير غيلين لأنه العبيد حسب إيمانيس دي ما غيتي للخير. إنيس يا عمر ندي ثليظ ندي ثليظ زيك لو كان ماشي النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إلا ينقق الصحابة غيث مثلا، عمر إلا يستل خمر غيث مثلا، وعمر قارنت الرواية يمطلي اللي استمو الدور ثقيق وكال إني سنديث الذي يا عمر لو كان مشي النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مشي لهي دايا أن ربي سبحانه. ويوم القيامة يا عمر يهضر يمنيس اسمه راح وجن العباد الشفاعة اسمه راح وجن العباد هنا غثني دي سلكن يوم القيامة أنو غيك ينفعن ماشي النبي صلى الله عليه وسلم يكرر روح النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تحب اكثر من الدريا واكثر من الوالدين واكثر من نفسيتي. فقال له عليه الصلاه والسلام الان يا عمر ثورة يا عمر يون على ايمانينك. لذلك كيف مثلا المحبه النبي ملي لقيت شي تقولون اكيد الى الشيخ النار وذو احتفل نرس المولود تحبين النبي وإذا احتفل نسى المولد داغن تحبين النبي نكون البروبليم غير مثلا ونسينا غير المخالف توجور كل يوم كي قاضي فوني وكيك تقوان كو خميس نقول ديك خدام نقول ديك تبع عمل إلا قضى الرئيس كان كسحال إلا قيونا الرئيس كيقول أنا لا غير مثلا أني تحبي غير كون نبي كل يوم ما كنتي تحبي كل يوم صرا فاصوينس أمن يحتفل أمن غير يحتفل نرى نكيغض غادي نغ الفيدة ثم قران تايث مثلا ذا شو ذا المعنس أتفرح هذا النبي ذا شو ذا المعنس أتحب هذا النبي خاطر يسحر المعنى ماشي كنت مسليث تغيون مثلا نسين لك حمل أخك تحب يرك مي تخدم ذا صحشة المضرة تخدم ذا صحشة أي نوري لهي نرى إيكي ناك ماك شوية حب ذا لو كنت حب ضيير إلا قيفان لكمبورتمون إن المحب لمن يحب مطيع ربي نيرد قال القران ايث مثلا صلوا على رسول الله ان ضرب بالقوبه ليس ايث مثلا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم مثلا تحبي ما ربي تبعث النبي صلى الله عليه وسلم فايث مثلا تمسليتك المحبه ماشي كندوال تسعى المقتضيات اذكر بعض النقاط ان شاء الله أيث مثل المؤمنين صليت غاف النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء إلى قثنا علم أنه العبد غي حب النبي إلى يتأدب معه صلى الله عليه وسلم مذ حب ضيون إلى قصد كل قدر إلى قد عزر إلى قد قدر خطر ماذا قلنا المحبة نقارد في الذي تقول ما يقولش القدر المحبة من الصحارة أيث مثل أم شرط قدر النبي أولا أيث مثل إني يرد النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي اللهم صل على سيدنا رسول الله صليت غفل النبي الماس غفر رسولي الهو ذكر ربي حبي في فكياس الجنة الواد الكوثر أقلغ نتراجوش في عاس ولا من كن نوخر زرم القبيل زيك ثمس ليث سن كامل تشوف الصلاة غافل النبي صلى الله عليه وسلم ثم دياس تيغ جاني مزوير لا كامل شود غا الصلاة غافل النبي صلى الله عليه وسلم بل غير العوايد نغيث مثلا زيك تيغ تقوم اسي تصرحو ان شاء الله تصرح غا ازيك ايت مثلا دلعيف ادي هذا هو ركاز جمعت بلا ما يصلى غافل النبي صلى الله عليه وسلم موري صلى غافل النبي غوت تعدى غير مسليتيس يونس واحد يزوج ادي طلب ثم توت ماشي حافيا الى قد يصلي غفر النبي اللهم صل عليك يا رسول الله اللهم صل عليك يا رسول الله اللهم صل عليك يا رسول الله نفسك وني دار نصبر ربي فكان نزل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم
لأن الصلاة على النبي سعى المكان عظيم عند الله أيها لأنه ربي سبحانه وتعالى إغديو مرنيس ينضى ربك القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربي سبحانه أخذ الملائكة تظلن غفن فيهم لأن العباد قرنك شو تكدين كنون ربي يتظل غفن فيهم ربي تظل غفن العبد الملائكة تظلن في فيهم وكري فيهم لأن المفهوم أن تظل اللغة العربية وش معناتها الصلاة كن تظل كان تظليث فيمين بين المعاني تظليث الصلاة هي الدعاء صلاة اسمع غير ظل الملائكة غف العباد نغف النبي دعونس اسمع غير ظل ربي غف النبي يا رحميث صلاة الله على عبده رحمة منه سبحانه وتعالى فربي غير ظل غف النبي الملائكة ظل غف النبي يوم رغد ربي أنظل غف النبي أم كيرا نظل في اللس الدنيني غطصيغ قلا صلاة الإبراهيمية اللهم صل على رسول الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أي من بين الصيغ ماضي اللهم صل على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مستقبلي في كنصنا اللهم صل عليك يا رسول الله سهلي يعني تقبلي تزديان الشبح ثون نعك نقاها أسمى الظل الغفن بيدي شريك يضرون بشرة المؤمنين الخير إن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله به أو بها عليه عشرا العبد غير ظل غفن في تيكلت إن اللهم صلى عليك رسول الله ربي سبحانه ودين الزلفلس عشرا رحمات أيث مثلا وإن غير ظل غفن فيه أسفك ربي البركة كثم عشرين ناس أسفك ربي تودرت سهلات تودرت البركة تودرت السر فالعلي العبد ذي كثر في صلاة غف النبي صلى الله عليه وسلم والتأدب معه صلى الله عليه وسلم مذكر تيد أدين صلى الله عليه وآله وسلم نال العباد اسمه غدي يدر النبي أمزون يدر دندوكليس أمزون فلان نغض علينا لا غير مثلا ما تودر النبي صلي في الناس سينو أقلي كذا مش حاح ثلاثي ثلاثة غيث مثلا نكوني قل عويد النار اسمع غدنا دريس من النبي جميع تداري تتكالك أحافية وإنما انتكس لقدرين فين قارد سيدنا رسول الله انتر بارونتز يجوز الدين محمد رسول الله يجوز مشو كان مثل نيد سيدنا رسول الله وقال قارد ديكري ولكن سنو الفند الحاجة تجدت كمز دين فين يعني طف العيب ذلك فهم لغيث مثلا نكني هي أنا الكلية وأنا هذا قبيلة المؤمنين صليت غف النبي أسمرينين ورقز دم قران قدارت ذا عميك ذا خاليك دم قران كتدر دلعب دم قران هذا العيب استرانس اسمي سيد مثلا وإن كان والله رقز ما نكن غير العاش نولد أغن ولد دريانك سوالني مولا سنس اسمه سن أن ولا غرشك غانيبة بس اسمي سيمس اسمي لا حول ولا قوة إلا بالله يغلق المنغر ضغر ذا العيب هيث مثلا ذا العيب والله هذا العيب من لو درد مثلا موحن طاهر وسنقرر موحن طاهر اسنيني اسي موحن طاهر ادى موحن طاهر الحاج موحن طاهر شو المعنى سوى اشتاقي هذا القدر سيك ماذا قال العيب هذا كيقوي غير غير قد سم قدر ايما لو درد النبي مثلا تقدر ايث مثلا فهذا العالي العبد يتأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تيتم زوارث تيسنث المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد يضيف كان له ماينس يضحى يضحية تم قرآن مليحة يثمث إلا يخيري ربي سبحانه أنه غادي يعيش ذي العبد كما نكون أنه غادي يعيش ذي السلطان فيختار ذي يعيش ذي العبد فوزي ما جيني المفضل قال خلق ربي ذي العبد كفضلك ربي غف العباد أنه يتعيش كما تم الدل يتروح السوق يخدم التجارة يتمعامل ذي العباد فوز ايماجيني بلي يوني سدود يبغاد يزران ويذا نفيهم يسد غارث الجماعات يفد العباد قيما وقع قيلا غارن ويذا نبي صلى الله عليه وسلم ايش ايكم رسول الله الوذي هوني ذا نفيهم فحما بلي الله كيستيون كيسعى المعنى ذا مقوانا اي ضرورة عقيلا غا صاميغا لانه اللفسان نفيهم امن تغم الغاشية
الكرسي تغيمان فيه أكمن تمام مدن تمسليت كهضرنا بها تمسليت نلقو ميناس المعنى سوري السلايري ما نسغف مدن نكون تفضيون إلا بخير وعلى خير شي طحنا 10 دورون دوني تفضي سلاي مانيس وري قال السلام عليكم العباد وري قال صباح الخير والله هذا الحضره ولا ذي العبد الزوالي ماشي في كفو سيسيون ذا ماركانتي تفضي قلب ود ميسو سي تكرر فوسيس ذا العبايه مثلا سان فو با دير كودي ساعه الشيء كي مو قلنا لا العباد المؤمنين الصالحين ما شاء الله ساعه الشيء لكن والله هذا المتواضعين الله يبارك هذيك ثر ربي ديك السنه ان شاء الله لكن التواضع سيسي قعوز ربي نبي صلى الله عليه وسلم يعاش غير القومينس حب تاكل العباد وتفكر ان اكزومبل ايه مثلا اسم ريليون الشخصية العبد قدر انت العباد بور ان ستاتو سي تان ريسبونسابل نغ ذا موسنا ونغ يسعى ان ستاتو سوسيال تقدر انت مدل الى مد ستاتو نس لكن كل دعم الى ذي تخلط العباد الستاتو ني تنقص كثر مثلا تولي غد فلان تولي اختي اون سيرتان ايماج هكا مجرد اني غتخلط الدغيه ستقصر ريدس شغل يتنقص شويه كي يقارن ليماج ني داك الناس فنكون العباد ليتر هومان كل دعم الى تخلط مدل يعني ليماج ني داك الناس تنقص لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتخلطك مدن وكن يغنوا القدر يغنوا المحبة للعباد دايره قلا السكين كنيا نتحب النبي صلى الله عليه وسلم انت داري فيد نتبع الدينيس نكون قلا عمر في نوالف قلا عمر في نوالف ينواس يغال النبي صلى الله عليه وسلم انت الصحابه قلت مقبره مقبره البقيع ذي لمظل الشهداء البدر احد اسمي دي يقول لك مقبره يحبسك قبري يعني اسم الصحابة اشتقت لإخواني شذها غثمثنيو كان صحابة ناس يا رسول الله نكوني ماشي غثمثنيك يعني اسم أنا كنو ذين دوكاليو أنتم أصحابي ناس الوي غثمثنيك يا رسول الله من هم إخوانك قال إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين يعني ستمثنيو ذي القمر ديسن بعديو أذا منني السيام غاسك نيو ولا نرى فايث مثلا المحبة كي تحبي مكان فيه سعى القدر تظلي فيك تظلم غاس من فيه سعى غزال ان فيه غي الشدها كوني ولا غيث مثلا هل يطرن كوني الشدها من ولي النبي صلى الله عليه وسلم هل يطرن تمني غن ميقر النبي صلى الله عليه وسلم اش رك يصوض ان تميقر الدنبي وتولي ذنبي يوم القيامة وتعيش ديزق الجنة فكين تعيش كان كوني اش رك يصوض نروش ليه هذا الفعايلك يا ابو نادم الفعايلك ان فيغي صوضي ميسي نغي ليس اكل عميس فاطمه اكل العباس انيس خدمت اجتهد الطاعه خدمت الى اخر ثنوان خاطر مخدم مريم صالحا وسعي غشره والخمر يوم القيامه اتصل عباد نوان باللي الدين كيستان تيتر سيتان كراد نكي يمسلم خلاص ضمنه الجنه ضمنت الضمان خير غيما نكي تزال خير يفرقكم الدن وهني الشراب وهني ديال لعب وهني خدمه كان نكا خيرس انا واش دينا بلي داكشي خيرس بالك شتي غزكي غتقلب ذا الفيستا انت غتديه في ربي المؤمن جا ماشي قارن لك خير من الدن المؤمن يتواضع العباد المؤمن يسقسى يا ربي اذا عمر في ثبت ربي غا في الطاعه لانه ذو تيد الفايده غايت مثلا في ثلاثه المؤمنين المحبه ماشي تمسليت المحبة ماشي ذوال المحبة ماشي ذا الإحساس كان المحبة ذا الاتباع إن ربي يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إيث مثلا زرنا شو الله ديفيرون زيارة نغل كوني الصحابة زرنا شو الفرق الفرق غير الصحابة ذا الكونية أنه نثنية تبع أول ربي ويني دينا النبي الجن الهوى أنت نفسي تنسنا كوتي للأسف إذا مثلا كنا دقسنا العباد أتفضى أين في سعد القدين يتويث أين في سعد نبي في التويرة يتويق دين أين يقضغى كان يبغى ذي عبد ربي غا صفصو يبغى ذي عبد ربي غا كن يقضغى مثلا أتفضى يتظلى يحوج دخام ربي يتصدق ذا المؤمن تقدر تمدن لكن اسمغ أن كشم كثمسالين ظلم ذا شيك تفرق ذا كل عبادين 10 دور
ندي تتمين الحقيقة لبنادم كتعاون الدين المعاملة لقد أنت الزالة كويت ما شاء الله المؤمنين الله يبارك من درد فين الحقيقة الإيمانيين ماذا المؤمنين اللي تصحنا ذاك الخير تسكلف أسمع أنا معامل قشيا شحال العباد شركا دي شركا فذنت سنية قل المخالفة ويتشال حق قويل إن كريتك ينوى تفيد صلى الله يقاضي كده يمسنا أنا تركيت مثلا تفضيون ذي الحاج حجة خام ربي ذي المؤمن كذا ما تفضي تشغل حقه يثمس ليريتاج الورث الورث يثمثن يكفرقناكم الدن يكفرقناكم الخامل يكفرق التهمات أسمي لن مزي تزدين أسمي مقرن فرقا ذا شي ذني فرقنا يثمثن ذا طمع ذا شي ذني فرقا خطر سعينا ردينك صحان خطر دينك إنه سوق مشكل مين أسمع رستيني ضبليا إيك ما كي تايل أكا ما كتشا كمان تسا أهو كيني خطي قلت ماك إيه ألور لا ألور لا ما إني استمتوث تايل دينك دي جبذك أك دي جبذك الإستوار أهو كيني ما ولا شكو شاكيني كيني كوني القبيلة خطي كوني القبيلة استمتوث تايل ولا ما علمان سيتي دقوينة قد قصيطة كايت مثل نكوني غير كي دينا شيخ فريد مسألة العويذ نتقدر العويذ الدين النا يتقدر العويذ ودي يسار الدين ديك العادة ا كونديسيون العادة ني تخلف راه شرع العادة ما تدخل في شرع انا وي الدين وانت وي العادة العادة ما تدخل في شرع اتكسر وكيف الدين خاطر ما نكونش حد العيب هذا ستين ضي لا قلت ما كتاوي كي خاطئ نكون اكي هضر به لي مسلمكش انا خاطئ لي مسلم غرض القرآن أو غرض غرض القرآن إذا القرآن نقدينا نبلي تنطط على حقه تاوي الحقيس أخيني خاطئ كدي حكى الشيخ سعيد ذلك ربي صفاء الشيخ سعيد بويزري نرقز العالي ما شاء الله بحال المسلطين يصلح يا العباد قوينتي داك تجمعت باش اسني فرق لي ريتاج إني ننس الشيخ فرقا سوى ولا ربي وغانا إيش بل كأنه انت يسد اسني فرق سلابي بلك نقرأ إني سيمشاو الفرق غير ننس فرق سدين أين دين ربي أطاس العباد الله تسمع عملية السن التفضل يتزل وريد توصم ويتصدق أكيني كينا ولا ربي ما عليش يا أخويا ولا ربي أسمي سني فرق زيغ العفنو في سوى ذلك الحال مش أكيني قنوا أكد إنو انتغدي الصيحة أطاس يفغي عندي أوني شي خطي فرق كاس قبيلي إني ساكي قول ربي خطي حالا غيث مثلا كل ماذا المؤمنين الذين سلمان أديني سمعنا وأطعنا شرع ربي ديما نيجي قرينا نرد الفرق يا غنى الصحابة أنهم كانوا يسارعون كانوا وقفون عند كلام الله نثني ما ينزل ربي من الحكم الشرع بلي ربي يحل ثكينا يحرم ثكينا تكفى تمسلعي تدست برز ويتسلسي فرق بزاف أتفكر طرواز إكزامبل أمزوارا زيك صحابة السن الخمر أكرمكم الله السن شراب سي أوتوريزي ربي ذكرت قال القران ان دي سعى المنفعه يسعى المضره لكن المضرين سكتر يفد ان في الصحابه ستند العاده كزيك وقف غير سنتيك سبريس كومون وانما ربي يتكسر العويدك شمثل استدرج بيتي تا بيتي يزرع الايمان تقول له مسن باش يكسي روح يا زمان ستن صحابه تظلن عادي ينوس يوني الظل يسوى يسكر يغلط قال القران فظلت نروي تاك يزل ربي سبحانه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذا ما تسوم سوى ثمية شوكا ناس ما تروح ما تظلم إلى قتيني متسوي مرة باش تعقل باش تقارب. بار لا سويت اسمي قرص الإيمان تقول والخلاص صحابة ومنن قبل الدين كي ينزل ربي سبحانه الآية القرآنية مثلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ينزل ضربي الآية هيك لا رياكسون الصحابة أمشي ثلا قارن الصحابة لن ويدي قلن قل المجلس ستن خدم المجلس ستن الخمر يلحقدوا الصحابين أن يسن هاتو هاتي دي نزل ربي أنه الخمر كي ينزل ضربي في لس القرآن الصحابي غتعطي طفل كاس يثدو هذي سو أثي وزع وسينار ولا شفلا سيد كما لغل كاسا كين غيرون بعد أتنحر ما كني قارن تصيك خدم لك أكي لا تفغل أرو ترى تظل أزل يمزيها أسمع رزو جغل كما سيغ تظليت
يتي على كل قناة توخر يتسويف كأنه يسعى الضمان بلي غادي يعيش يضمنك يعني ملك الموت يتفكيك دل ديلير كش تعيش الطن خمين تبغي ذا زكتوب لا توبسة قبل وزكا فالصحابة جنين يخدمنا كان قارن دوزعنك ويسعى دل استوق خمن انسان حتى سالت أودية المدينة خمرا حبسا سير لكو وتسلسيف نارا أنا كوني إلا العباد 2024 سلسيفان أنا العباد قارنك شربك ماشي الحرام عيشة وليد عيشة وليد أنا عميه إنيك ولاش الآية القرآن دي قارن بلي الشرب حرام كأنه إلا قمين يغتي ربي حرامك باش الدنيا الشرب هذا الحرام سينو خاطئ هنا ضربي رجسون زار كان رجس ده شيء المعنس من عمل الشيطان للخدمة من الشيطان الشيطان الحلال يخدم الشيطان يخدم أين عليه فاجتنبوه أكينو دينا حرمت عليكم إنا تفاجتنبوه وكيف مثلا دل جهلاء فغانا الشرع نسيس من القرآن نثنر فهمنا القرآن وعلمنا بلي الآية كيعني الشيخ إلا ذكس الإعجاز حتى قد تحرمي ناس اسما دينا ربي فاجتنبوه لا العلماء دي قرن من أشد صيغ التحريم اسما كينا ربي فاجتنبوه لكن معليش صحابة هذا العيب ذيك سننت عرفت سننت مليح كفار قريش سننت عرفت يعني مليح فهمنا المعنى الكونتكس كذا شي ما دينيا بلي ذي الحرام نكون يوم 2024 تصفتي غراسي الحروف اكي قا شرب ماشي الحرام شرب عادي سويث المثال ويسين اسمي دينزل ربي سبحانه وتعالى الايات تحويل القبله زيك الصحابة ظلن المسجد الأقصى المبارك أثي دي حر ربي إن شاء الله سبحانه وتعالى وذي نصر ربي مثلنا في القدس وفي غزة إن شاء الله لن ظلن القدس لكن ذي يتمنى يا ربي أسير القبلة الأرمكة ينزل ربي القرآن إن يسن أقلث القبلة نون غال مكة لن الصحابة تظليث إليه تظلع عشان تظليث يقلها يكردو صحابي يقول دنيس هاتو هات أربي نزد القرآن يحول القبلة تحول أنه سنك تظليث وسينا غير تفكر تظليثك طرشان صلاة تظلغ رمكة تظليثك أن تحول وهذا الإيمان أيضا مثلا أدرنا أن ترى زي مكزون أسيد ميد ينزل ربي الآيات الحجاب ينزل ربي القرآن القرآن يفكير دمشي قلقة تلس لمطوث نشو ذا اللبسة قلقة تلس لماذا قلقنا دفينا قل جسينس لأنه دي تبين نرى ينزل ضرب القرآن يبيند لماذا قلقنا تلس الصحابية لماذا أنكي تلما رياكسون ست وسنين ترى وخطيها فقال لابوتسي لامود قلق 2024 يشونجي الوقت فقال قلس اللفس الوقتك إلا قلس كني قال نمود لن الوقتك اللفس يزدي مودي مثل الحجاب الشرعي غادي وجب ربي سنين تهنا تعقلت تهنا وتسينرد دوني تهنا تعاشرة إلا قد تصدم كي تلوسن زمان نوان وسنين أنك صحابيات في حرية نكس عن نيف ذا الإيمان تزل أنت كل يوث دي تزل ندردك سلحاف أتستريمانيس السطرانيه مثلا بالسطرة تمنى فسنت أنت غي سطرني مانيس إن كنية نتمنى فس أنت غي عريني مانيس كرامكم الله الواقع أنه ماشي ماشي تزمع يتزم لكن دايلي تعيش والحجاب الشرعية كيف مثلا إلا قدينا النار قزيك سيزيك القبيل نغزيك تم طوط تم غار الكسيوة القبيل زيك أي مثلا ماشي الكسيوة ديكولتي ماشي الكسيوة غي قعران هذا الكسيوة غي كسران تم طوط تبين دي فسنيتي تبين دول الميز فستر ذا اللبسة الشبح ثوقم فستر لأنه أسباد المسليغة في الحجاب التصي قدوان بلي غير قد تصل لمودة اللي تلسون مصر ناك السعودية ناك الإمارات باش تلي تيمسلم تانا تم تلزم تلس اللبسة القبيل لكن تستري مانيس مو يتقاري كتلس الكسيوة ديكولتي ناك الكسيوة قعران أسقاط كتلس في قلاصل نكوني تيهني اللبسة ناك لا غير مثلا إلس اللبسينك إلس اللي تراديسيونك إلس العويدينك مير وفق ضوابط الشرع ماشي غتعري لي مانيك اسقان كتفوق خلاص ليو اي تشيل غير فيسبوك دو فوتو ديوت السلكسي وطيت الحجاب اسيلينا انت خير هذاك الخو كيف مثلا قالت كلي في العمره فينا العويد هذا العالم تفدك السند مو نسمح غير دينا لنا فالصحابه تزل انا كي طبقنا والله ربي وتخلفنا اشعار ربي تايد المحبه النبي صلى الله عليه وسلم المحبه ماشي ذا ولايت مثلا
المحبة للاتباع وكنت كنت بشخص الخير مثلا انه العبد غير يتبع ربي ذنبي اثي حشر ربي ذنبي يوم القيامة ان شاء الله مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اخت وثم سليتي نغيث مثلا ذرا ثم سليتي الشيخ اردي كمل سل خير ان شاء الله ذغنيت مثلا حذرف بزمانه كنت عايشه كنا يقلق المنغرضا الطاسق يقفغنا في حرب من الدين زيك تحرم من الدين عينانيا كاين القران كوري صحرا محمد هو اللي خدم مكة الدين كاين هو فلسفي ميثاق سيطني في خلاص الموت العيب هذاك فقان فقنك بلي دينك صحا القران صحا النبي ذو الصح ذا الرسول داين توزن لا تخضع ضيون 2024 اصلا دينك كوري صحرا ما كانش منها العيب هذاك ويتغا تفضل غير تزلر ان شاء الله ندي هذو ربي جميعا مي لكن الله غادي يمسلم والله راه سما غادي الحق العيد هذه عيد العيب هذا شي قاري كي خو خدم غير العيد سما غير ثم تيماس والنهار تيسارد وتيمطل وذي زال في اللاس تيتاور ثم قفر بلا تزاليف اسما يروح هذه زواج وسي قاري كوس تعرف راس الدين والنهار ديال الشيخ وذي خدم العقد الشرعي الدين راه الصغير مثلا ما يدينا كيما شي كيظلي ذاك دين مي لكن هاي مثلا لا ميثود تجديتي فغنا السفرة العيبة ديال الدين انسان وزندقارنا راه ديال تبلي الدين كوري صحارة زعما كيس نقارن قارن سيدي لقد تويم كان القران وانما السنه ياكيا داير الدين نفيا نفيا كي ذا العبد المياض ازما غادي غلط ازما غادي صحيح كبرت كلمه عند الله يث الكلمه يعني غير قبح ندي تصوان كيما وننسن انه بغانا تفرقن غير هو ولا ربي وين الدين نفيا كانه نفيا تقوم ماشي سيدي هضر الدينيس ماشي ذا ينوسق سير ضيون اني ذا الشيخ مازال كنت تبع من البخاري مازال تبع من ابو هريره كانه انت الديني سويس نسيتي ديوكم حتى ليني يغوص عارف مثل الجهل العبد يتبع لي سونتيمون كان ويستخدم غير العقل يسيز مرض غير ظلم يعني كنت ناس بيان سير هو نتبعي نسيت نقول الدين او انا خطير كي تبع القران كان فقط ايوا الخير هذا يعني كنقول لي غاسي السنه يعني دينا النبي يعني تيقول اه هو خاطر ولا كوري صحراء وي صحراء يعني والله ما يصحى سبحان الله ناس تزلط نوادي نور تزلط يعني تزلط يا الحمد لله هسير شحال كانت تزلط يعني تزلط دكواس يعني خمسه بيان سور ناس الطهور شحال نركع ديك الساعه يعني اربعه يا المغرب يعني ثلاثه يا الفجر سناف ناس نوجدنا حتى غيث مثلا فقط تعبد مع ربي وصلى بيديد كان بابا يتزلى كتزلى اما يحفظ اما تزلى كتزلى ما يلقاش على ما سيدي وصل صلي تاكا شو المعنى انو تيدي شرعا ماشي كنتبع كني قناص تبع وين سلوي كي دوبو تبع ازكى ما يغلي غتفضل الفيستا انا ني غسن وجدينا نيك القران ناس خاطر سيدي القران وجدينا غير انت ربع ركعات كثر القران وجدينا غير انت خمس صلوات أنو غير صح في انتظالي النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أنو غير صح في الحج ناس تقول شو سكت حجة أنا كنا تحجة عيدك الحجة ساعة الأركان يسي ساعة وأنت تدير القرآن القرآن ودي فكرة ودي طيب إن النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم أنا كنا تزام أشي تبطل الصيام أشي يحل أشي حرم القرآن ودي مسلي غير في الناس وروح 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 حتى استمسالي أنو تيدي استهمان بالحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ني راسي غير يتفكر يبروف قال القران باللي الحديث كاين الى قنوي السنه الى قنوي السنه كذا شفت يعني سيدنا بربي قال القران والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الله اكبر هذا ربي يقول لهم انه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى انسى ما تستمس ليه إن هو إلا وحي يوحى أين دي قارن بيغ دين إزدي وحى ربي سبحانه فإلا قان حذريت مثلا أن حذرنا ويث ديننا الدينيك صحان الدينيك صفان ونتبع عرونيك فان كريم سلاي دي فغادي هو جديد أنو حتى نتبع أن قل ديما غير الدين يغدي سفهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الإسلام الإحسان هذي يعيش العبد هذي عبد ربي هذي يمنس ربي هذي خدم الخير هذي خدم الصلاح هذي ونع الخدمة ينس هذه اللي من عفيك ما تنتلو ثمثنيس هذه طلق خمينس وكيف الدين تاكي الدين ايث مثل الدين ماشي تنسليت الدين ذي الفعايل ان شاء الله عز وجل
ودينا نعطيكم صحة ونخدم سلاية تسمحسن إن شاء الله ونفك ربي الخير ونفك ربي القدر ونفك ربي السر اللي سر إن شاء الله. أدرنا فهم سيدي الشيخ فريد أديك مساء الخير إن شاء الله وبارك الله فيك. الله فيك يا شيخ محمد شكرا جزيلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سيبارك ربي الشيخ بحمان الهضراجين إم الحنان الهضراجين إبا حنان الهضراجين العالين ذول المعنى ذول القيمة كيف غادينا كان مازال واحد خمسة دقائق إلى ذن الشيخ دحمان ينادي يوث النقطة ندشو المعنى نسنو نسحب بين ريس العالم السلام ندشو نحواج الساقين الزون ذي ثمتثين سلات لسوسيتي ميزي المعنى parmi les valeurs les حوايج الساقي يون لا مره قال نجات الكني يروح حق اي وين توي قادور لا غادي نسلم لا مره كي نشوف بالاتقان يقر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء يعني يا مرد اللي بغي العبد ينسلم مري كيراد يخدم يون الشغل اثي خدمك لي وثا الحال السفك القانوني السفك الحقيس السفك الميزاني نس امر اللي بغي يلاقي الشغل في كين السلمان ورتسوا عوادنا راه زرمان كي قرن ديت قبايلي تاكينيه يير الشغل يتقال ذي بابس يير الشغل يتقال ذي بابس ويكس عن تورا يير الشغل ذن كوني نغد الكفار ذن كوني مالوروزمون قرنك الزيك مرا يروح يون سيتان عرب مالك ديني سيتان عرب يبغى ديني سيتان ميزيلمون غيكيني لو ترافاي دي زارب سيتان ترافاي سوليد اي وي سيتان ترافاي سوليد معناتها هذا خدم قال يجهد يصحى ويتوعى وذا راه مي مالوروزمون ثورا مدي قيمه راه هكا ثورا ما تصفغ غير برا غادي يروح يومنا ديال ثا ماشين غادي ثا كروس غادي غير شطير الحاجه غير ديال اسقسين سكيني اسكسي لوكال نغسي دابورتاسيون ايوا لا كيستيون سو بوز اي واش خاطر كيني زريت ورين كيني نروح هاد السلعه والله ما نعلم بلي اخدي من سن وريت سوعه هذا راه مين كوني كور وعطي العمر او ساعدت اي بورتون بيس الله عليه وسلم إذن تسيغ دي وصاني إني حمارة فكرة مغار الشغل ونخدم فتاكين إلاق إن الله كتب الإحسان على كل شيء الإتقان جيه قرد في لس الإمام ابن القيم الجوزية يقرأك هو لب الإيمان هو كمال الإيمان هو روح الإيمان العبد قال يسعى الإتقان يسعى الإيمان يسعى لبها الإيمان لكن العبد قال لندي المؤمن ولكن خدم ميس سكر كان سكر كان سكر عرب هذه روح وقولي ويرى سير وصيا في صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء وبعد ديني النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قتلتم فاحسنوا القتلى اي واش يديو ليكزومبلين هذا المثال خطر ثور العبد مري يروح هذه الزلومه وفريك اللي غادي يزنو يزيمر انا غادي يزنو اقل واش نا اخيني غادي يدير مثالي مثالي مث زلي غدو سيت مانيار نغدو سيت مانيار المهم ابري كيلك سكوند غادي يمث لان اخي النبي صلى الله عليه وسلم انا ميم ذي الموت تيمزلي ثلاث زروف في كاس الميزانيز زلوف باتقان بعد فكيك اني كليرسيسمون يفهمي كيدنيك وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته شو معنى ناس المعنى ناس من معاني مرت دوضات الزروب باتقان روح سوجد دجل ويني سقض عيثي دهكيثي ميك هكا سي بون اودي شرني غاودي زمرني غضليت في القاعه باش وليت تعطيله راه وليت نعتبرها ماشي في دوضة قرض دوض الزمور انت غادي يسمق لك شتيني تسقط على الموسى جنوي زاد خاطي وقيمش الاتقان
وليحد احدكم شفرته وليريح ذبيحته. اش بغى دينيه؟ يبغى يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم يوثلا بالور اين سلم اسمر تصدومه السنقر من الحياه سنقرثت باتقان صدير يبغى ديني من باب اولى ازوار انه اسمر تصدومه تعمر من دوني ثلون عمرت باتقان افناء الحياه ينبغي ان يكون باتقان فمن باب اولى ان يكون عماره اعمار الحياه باتقان. ومن بين الامور عند قلق ان حوج الساقي الطرس دينا كان كواحد سنة ثلاثة. الامر الاول ان يسن النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لقي ولا شو يسن الحلال دار حرام من تصعد شو زدين ان يسن يا معاذ والله اني احبك. بعد الاذان يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا فالور إن حوج الساقي أتسناوي في النبي صلى الله عليه وسلم نحوج أنه مرن كرا نخدم الشغلة في النغ إوا كنا غيحب النبي صلى الله عليه وسلم إوا كنا يرضو في الله يوم القيامة أن قرز خديم النغ. أول شيء العبادة الشعائرية كونتون دي العبادة الشعائرية أما تظلي في كما الوضوء إليك كما الصيام إليك كما الحج إليك إنيس النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إنيس والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقرم في مرة بعد السلام فقرم دعائك أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بمعنى يا رب عيونا يوكلنا عبدك يوثل الحال ما تشوث كان تعديض كان لا وهربي ومريك الذي الزوال يزال الخشوع وري تقلي قرام وري حم قرام وري تحرارة ثن في عبادة ذا الوضو كيف كيف ذا الحجة ذي روح سخم ربي ذي صرف واحد مية مليون ذا العبادة. أول مجال
أنه العبد الذي يخدم الإتقان خدمت للعبادة تجي قرنس العبادة الشعائرية وما تفغض سي الجامع غير برا إلا قل إتقان يحفظ ذي الجامع أدي فغر برا كل مجالات العمل نكون ذي الدين خير وين يخدم العبد المؤمن ذي برا ذا الصلاح ما ردس حضر النية ثم في عبادة لقد قرنا بصلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ماشي إذا قد تسجم هذا الخشوع الصف تصفى ضار برا أوث كان تعدد لا إلى قد فغ المعنى يجي ضار برا ذكر دوني قاعد يسبضن مدن أكن يوثل حال هذه عبادة ذا بلومبي يكيد يوم على السخان أسخر بذي تيوثن الجاز خدمي ثكني وثل الحال بالعبادة ستان بانتر كيف كيف ستان مصان كيف كيف ذفر ملي ذي سبيطار يتخدم أدي صور كان باسيون أدي صور كوموضين أتقوم تسيس وتصفرح وكي ذي الدين عبادة وزيت المدسان شريجيانا كذا ذي البلوك أتقوم تسوموضين وكي عبادة تحن وتيت سعيد للزنزوضي سفر بو معيشي مدن قالك في عبادة ذا جدار مثل الكبريت راك في عبادة ذا بوليسي راك في عبادة ذا دواني راك في عبادة ذا الشيخ الجامع راك في عبادة سيتان انستيتيتور نو سيتان انسينيون صغار ديال ليتابليسمون سكولير راك في عبادة ذي لادمينستراسيون تخدم تشتريتي لي دوسيين مدن قالك في عبادة عندما يلا العبد المؤمن الى قد يخدم خدم ساكن وثل الحال هذه خدمه خدم ومتسوعا وذرا ايوا شو ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه مالوروزمون تجين كوني تغاب تغاب بل نفرس سي الجامع غير برا سير وثكان الدكان نيغد ساكي الخلق كي نغ القيمه يجي ويتسوي وين توجدوا لا لا للمؤمنين اي وينت رنن فلاس سيمانت وغنتورا الجنس ولا ردي نسلم الاتقان غرسني قلنا اديني ون السلعه الجابون علاش نقص الشك هكا الجابون يقيد شوف العباد هو ثانيين ولكن خدي من سنور يتسوى ولا يروح هذه غيون السلعة الألمان خدموا رمتوا عوذرة ورسن الإتقان نكوني وثكان تعدى تصرح ضد الدواء ضرب الصوت السخامي تترقيق نكون وتغيمي ضرب ورس الصين هذا يخدم ما يسعى وجه الحيط خك ايه دواء أبرون بي سخامي هو هذا يجي تويوثن الدين إن عمير أي غار تو الطوموبيل سامي كان يسير وكون ورد السين ضرا السين بلكي يسنقس كاري بولون كيني بولون كيزاد نعم كيني سيني ولي نسوي كذا كيزاد مالوروزمون كور وعطي العمر اذا ما ردنيني المولود ما ردنيني المولد النبوي الشريف ادن مكتي النبي صلى الله عليه وسلم ومن معانيه انه ولي فالور اتصل لي فالور قلال نغدا ساكي ما الى تاكي كان كيروين يتابع النبي صلى الله عليه وسلم يحمل النبي صلى الله عليه وسلم أدي اجتهدي وكن أدي لإنسان متقن إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ذوني بارك ربي هذا رغوة للشيخ دحمان باش يعني هذا يختم الجلسة والسلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ديال فقريث مثلا الاحتفال الحقيقي سي مولد النبي صلى الله عليه وسلم ماشي كانت مسريث سيما ولنا ناخذ المحبة تقول ولنا وإنما أسمار نطبق الدين لنا أسمار نتبع أين غادي يجا ربي وين غادي يجا النبي صلى الله عليه وسلم. الدين غايت مثلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يذن غيك تعيش ثرى لو كان يذن غيك لا هل هي ترى ثيرضو الحال الأمة ينسنا وثيرضا هل هي ترى ثيرضو ايث مثلا المحال المحال ايث مثلا لو كان نفيقر انا غيق الله تيمورا يمسلم من مشكل حالة كاريلين تيمورا إلا ما رحم الله وتبرود بين تغيها كوشي تسد سبغا
وتخدم اللبسة ينس وتخدم الماكلة ينس وتخدم السلاح ينس تيموري يمسال منكم بطحنت ضيق لي كنت سوالي ميت مثلا عينيك ضروري وثمتنا غزة نقنتان تمثني الشر سعدان فلسن البطل جامي نعد القعر بيق القعر بالبطل كمينة ولاش ولاش تيموري يمسال من سليف ولاش وانا غادي نتقن ولاش يركزنا ردي كرن الدفع لغف الشرف لهم انسان لانه اسما ردني الشرف الامه اسما ردنا دير المسجد الاقصى المبارك المسجد اللي عظم ربي اللي عز ربي سبحانه وتعالى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذينا غيك ظل اللي بيغيث مثلا الانبياء اكن ملان سينا غيك قول لي النبي صلى الله عليه وسلم غير سبع سماوات كون الى النبي غير غادي قبل ان المسجد الاقصى غتسوسخن يعذون ربي أكون إلى النبي كرانا غادي جثمثني سماثني اللاز نكون إلى اللغة الأمة يون الذل المكلة غير القوت الزمير ناس نصوني وثمثن سن لا حول ولا قوة إلا بالله بل قيم سلمان كثمري قيم سلمان اكتعوني عذون ربي اكتعوني اليهود اكتعوني الصهاين عليهم لعنة الله فذويد الحال قيم سلمان أيث مثل لكل نبي كرانا المؤمنين أدي فنو يوث الأمة نغيوث الدولة غيك قوانيك جهدا أدي عيشن ديكس العباد سل عزة أدي عيشن العباد ديكس الحرية أدي عيشن ديكس العباد صوغة ومزدقان أدي شنكم الدن وأدي عيشنكم الدن وأدي للحق زوالي أدي للحق المساكين وكي لن فيك أنا غيث مثلا يمسل من أدن جماعا أتزدي ثمسلي ثنسل وتنفرق نغا ينسيس من الدين انت معايا غوي غير نقصيس من الدين انت نغوي غير نقصيس من الدين نمفارق غوي غير نقصيس من الدين يلحق د المولود انكر انسكر لاطاك وينك حتى في الرسل المولود يخمل بدعه ويضرني سيلوني حتى في الرسل المولود وكحمل غير نفيا ماشي الوقت الدينيت مثلا وينك حتى في الرسل المولود يتحبين فيا وين حتى في الرسل راني تحبين فيا غير مثلا وانت مخالف راه على الجاليون الزول يفاسني ساكا ويض زولك أن النار قل جامعة اللي كان النار هو يذ الدين أيضا مثلا لو كان نبي قرن نغت سنغ نرد عيبا فلي في تيليتي أكمتا وإنما أذك نزل إذ موسنين أذك نزل العلم أذك نزل السيونس أذ عمر للدني ثكي غتجهد الأمة ثم سلمت أتوغى ثم سليثين السعى غزال تيذ المعنى لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأن الدين أيضا مثلا ماشي كان نزال نظام ونصدق فقط الدين كدين الشيخ الدين ذا الخدمة الدين ذا المعاملة الدين تقمات الدين ذا رحمة تقول لو نيث مثلا ربي شي عقد فيك ذا رحمة ماشي دين ربي القرآن والسليغ ثم سليث فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إني ربي صرحمين يطلي يا رسول الله ذا سهلان ذا العباد يسعني بي الحنة تقوليس نبي غلطن صحاب أخذ من في بغضيم قرانين اسم حسن يعفف اللسن اسم عملي ثنس المعاملة العالية تيني قجان العباد حب انت خطر لو كان دلعدق لاني قرب وليس يقسح وليس يتزير غفم الدنيا ولو تتحبي غيث مثلا ضيارة قال أن تحبي نبي قل عمر ثن ولاف صلى الله عليه وآله وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك النبي غيث مثلا ينوسي غرد قول ربي غيني دين ربي على لسان عيسى عليه السلام سيدنا عيسى يغن العباد غن تقوم ذيق ربي غن تذميس ربي وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا يوم القيامة سيدنا عيسى اسمع رفيس قبل ربي ذي القوم ينس زرد الشاسين إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وسنرى أنت الغفور الرحيم إنيس العزيز الحكيم الشغلك يا ربي لعب ذاك الطغان الغني يقوم ضيقيك هذه الصبح سيد عيسى يوث الحياة تنقرت يوم القيامة الغني تقوم ضيق ربي لا حول ولا قوة إلا بالله يا ربي ما تبغي ذا نتعتصب لعبادك ما تبغي ذا نتعفو لشغلك النبي صلى الله عليه وسلم اسمي قال أي كيف مثني ترو أغلينا زديم طوم يرفضي فسين سينيس اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي إيك ربي شيعت شيدنا جبريل إني يسوحي نسي النبي غي غتصرو إني يسوحي النبي صلى الله عليه وسلم غي جبريل إني يسوحي نسي ربي تروا غفلوا مينو وكي ذا النبي غيث مثلا وكي كون يتحبين وني يفودنا الخير وني حلنا الخير وني حرمنا إني شمثلا
تروا غفلوا مينو انه يوم القيامه كتشمنا غير الجنه، انه يوم القيامه راح نرجع هنا. ما امتي امتي فسيني ربي عز وجل يا جبريل قل لي محمد انا سنرضيك في امتك اثنك نرضو يوم القيامه. باغي يجعل ربي قويدك ريسون الحوض يوم القيامه، قويدك اثنا الشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه ان شاء الله. عندي نعطيكم الصحة كما في الله ميدو سامي ناخذ قدرة ونفكر ربي الخير إن شاء الله. أنا ختمت المجلس كيس دعوة الخير إن شاء الله، قناص القبيل زيك دعوة الخير تينا الخير إن شاء الله. أدي نغيا وربي كبير الخير إن شاء الله، نغيا وربي كبير الطاعة، نغيا وربي كبير الدين إن شاء الله. أدي صدق ربي ولوننا، أدي جمع ربي شملنا، أدي زد ربي ثقب سيارنا إن شاء الله. أيت مثلا دعوة ثيم وظن أدي صحلو ربي وظن نثمي إن شاء الله. إيم وظن إن شاء الله يقلنك سبيطان إن شاء الله تكون بخير وعلى خير. إيم وظن يقلنك خامنة في صحلو ربي إن شاء الله. أندعو تويدي موثل ونكس عاني ونعزيز فلسي موث أثني رحمة ربي رحمة الواسعة، أثني جعل ربي نث الجنة نث رحمة، أثني جعل ربي لقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. إني ثمين المؤمنين ونقلنك الخير إن شاء الله أزدير ربي، ونقلنك الضيق إن شاء الله دي فرج ربي فلس، ونكس عن طلب عن السقض ربي، ونكس عن غفل أدي فرج ربي فلس إن شاء الله. المؤمنين والتيثرة أثمثنا غزة أسندعس الخير أثنين صار ربي سبحانه، أثنين صار ربي سبحانه، أثنين صار ربي سبحانه. أدي سدد ربي ربي المجاهدين، أدي صوب ربي غير إنسان، أدي تقبل ربي الشهداء إنسان، أدي ذوي ربي الجرح إنسان، أدي حرب المسجد الأقصى المبارك، أدي نبه ربي الأمة الغفلينس، أدي نبه ربي الأمة الغفلينس، أدي زد ربي ثقمت إن شاء الله، أدي كسر ربي تقولون الغل، أدي كسر ربي الغل تقولون، أدي كسر ربي الحسد تقولون، أدي هذو ربي وري هذي إن شاء الله. أدني نغد يحفظ ربي ثمرتنا إن شاء الله، أدي حرز ربي ثمرتنا إن شاء الله، ونبغى الخير ثمرتك أتوفق ربي، ونبغى الشر ثمرتك أتيدي هذو ربي، أدي هذو ربي الخير قرني مزورة زيك، أرجع على ربي غير ميقودسنا الخير ويسورو هيوا، أرجع على ربي غير ميغولدنا الخير ويتسني الغروة، أرجع على ربي غير ميقرمودنا الخير ويدلوا إن شاء الله. موقما الحمد لله مظلم واستغفر الله، آمين وآمين وآمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.